بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ درس جديد اللي هو تصميم هذا الإطار الدائري. هذا الإطار طلب أحد الإخوان، ويعني طلب أنه نصنع هذا الفايل ونرفقه أيضا بالدرس، وهو هذا الشيء اللي احنا دائما نعمل به. طيب، الإطار عادة يتكون من جانب مرتفع وجانب منخفض. أنا راح أفترض أن هذا إطار صورة، فراح يكون الجانب المرتفع هو هذا والجانب المنخفض هو هذا، يعني هو مو واضحة بالإطار، يعني ماخذها يعني عمودي، يعني لو ماخذينه بزاوية كان عرفنا. طيب، الإطار هذا بمقطع، وزائدا بهذه النقشات اللي متكررة على الإطار كله، وهي هذه عملية سهلة جدا. جيت على الأرض كام وسويت قياس 40 في 60 سنتيم، السنتر في الوسط يكون. وراح أبدي هسه أرسم دائرة. هذه الدائرة يعني لا على التعيين راح تكون قطرها 150 مليم أو بريفيو، نعم، وراح أخلي مكانها في الوسط، وراح أجي أسوي لها أوفست من الفيكتور، أوفست للخارج يعني بحدود 50، نعم أوكي 50 أو 40، يعني خليها 50 أوكي offset نقول له. طيب هذا صار شكل الإطار. راح أجي هسه أسوي مقطع الإطار، واللي هو يعني راح يكون نزل خط ونصعد بهذه الصورة وناخذ جانب أفقي، ونصعد أيضا وناخذ جانب أفقي وننزل للأسفل. اوكي، هذا راح يكون الاطار اللي عندنا، هذه النقطه زايده نمسحها دي. وهسه نجي يعني نعدل بهذه النقاط، نختار هذه النقاط نحولها الى سموث اس، وهي شكلها جيد ما يحتاج تعديل، فقط هذه النقطه نحولها للنهايه، ونكون سوينا احنا مقطع الإطار. طيب، الدائرة راح تصير هنا، وهذه راح يصير النقشة راح تصير بهذا الجانب. هسه إذا احتاجينا بعد أنه نخلي نقشات إضافية، يعني ممكن هنا نخلي أيضا نخلي I نسوي نقطة، ممكن هذه يعني نميلها حتى تصير يعني عندنا هذا الشكل، اوكي، فراح يصير عندنا هذا الاطار، يعني تقريبا هو يشبه الاطار الاول. طيب، راح نجي نرسم الدائره ايضا على هذا المكان، راح نجي نرسم هذه الدائره، واللي هي راح تكون يعني دائره بسيطه، يعني لنفرض انه 3 مليم قطرها، ريفيو ونقول له نعم. وراح يتكرر ايضا عندنا شكل بيضوي، يعني اما بيضوي يكون او يكون يعني قريب للبيضوي، يعني خلينا نقول هذا الشكل. اذا جبنا نحاول نضبط جوانبه هسه، اما هذا الشكل يكون او ممكن اي شكل ثاني، يعني ممكن انا ندخله للاسفل، هذه 5 وهذه نصعدها 5، اوكي، يعني ممكن هيك يصير، اوكي، يعني لنفرض ان هذا الشكل المطلوب. اذا احتاجت اي تغيير فالفاير راح يكون مرفق وممكن تغيره. طيب، هسه نجي نشتغل على ال 3D، نطلع الصور اللي عندنا، نحول إلى عمودي، وراح نبدي هسه ما نشتغل توريال سويب، إنما نشتغل اكسترود، نشتغل اكسترود، هذا الاكسترود. طيب، راح نجي نقول له هذا الإطار، هذا الإطار سلكت، ونتأكد أنه الإشارة للخارج، وهذا المقطع نقول له select، نتأكد أنه الإشارة للداخل، وراح نقول له calculate، وراح يسوي لنا هذا الإطار
اللي تشوفوه قدامكم. نتأكد أنه الزوايا صحيحة. نعم، الجانب المنخفض للداخل والجانب العالي هو للخارج. هذه يعني طبيعة الإطارات، إطارات الصور. طيب هسه راح نجي نكرر هذا الشكل، هذا الشكل راح نجي نكرره حول الإطار. راح نستعمل اليوم أداة جديدة اللي هي بلوك اند روتيت كوبي. هذه بطريقتين، أما نلصق يعني نكرر هذه الدائرة عمودي أفقي، أو نكررها بشكل دائري. إحنا دائما قلنا نشتغل حول السنتر، هذا السنتر اللي عندنا وهذه الدائرة. يعني فراح أسألنا هو وين السنتر اللي يفر حولها، راح نقول له السنتر هو 0 0. راح أكرره يعني خلي أكرره 250 مرة، وخلي أكرره على مسافة 15 مليم بين وحدة وحدة، خلي أشوف شو يصير. صار هذا، لا ال 15 كثيرة، راح أقلل كنترول زد وراح أقول له 10، نقول له أبلاي أيضا قليلة، راح نقول له كنترول زد، نقول له يعني خلينا نقول 5، ونسوي 250 يعني 360 تقسيم 5 يعني راح يصير بحدود 60. نقول له أبلاي، هذه 60 أيضا قليلة، و60 قليلة، و60 نسوي 160، وهذه المسافة نقللها أيضا نسويها 3. أوكي أبلاي كنترول زد طبعا زائدا أبلاي. أوكي هسه تقريبا صارت مناسبة. ممكن أيضا أقلل هذه 160 أسوي 140، خلينا نشوف كنترول زد أيضا 140 هواية، نسوي كنترول زد ونسوي 100، أبلاي نزيدها كنترول زد نسوي 120، أبلاي أوكي 120 جيدة. طيب هسه هذه الدوائر اللي اختاريناها اللي هي سنطلع من هذا بعد ما نحتاجه. هذه الدوائر ببساطة نرفعها كنصف كرة وبدون حدود، ونقول له آد. راح نقول له آد، راح يضيفها فوق الجسم الموجود أصلا، يعني فوق الإطار راح يرتفع، ما راح يدمج بين الإطار والجسم. طيب هو أكمل الآن الشغل، وخلينا نشوف إيش سوى لنا هذا. خلينا نمسح الفيكتور، آخر الفيكتور، وهذا صار لنا الشيء اللي هو نفس اللي طالبه الأخ. خلينا ناخذ هذا المقطع، نعم هذا نفسه، لكن الكرة كانت يعني مو بالمكان الصحيح، كانت طالعة للخارج، فراح نعيد العملية وراح ندخلها للداخل. طيب نقول له أندو، ونرجع نرجع الفيكتور نظهره، ونكبر هذا الجانب فقط. وأيضا نقول له أندو على التكرار، وهذا نجيبه للداخل. اوكي نجيبه للداخل اكثر حتى ننطي مجال للفريم يكون يشتغل. اوكي طبعا احنا الافضل انه نشتغل على السنتر يعني اذا نحب، لكن يعني اوكي خلي يكون هذا الشغل هذا الجانب. طيب هسه راح نعيد العملية نفسها، نجي ناخذ بلوك روتيت، نقول له روتيت وحول السنتر، تكرر لنا اياه 120 مرة، ومسافة 3 مليم بين وحدة وحدة، وكرر لنا اياه. وأيضا راح أروح للرفع ونقول له ارفع لنا اياه. طيب كمل هسه عندنا الشغل، ويعني هذا المقطع يكون بهذا الشكل.
خلينا نكبر هذا المقطع، يعني جيد. وهسه الكرة صارت خارج الإطار. طيب هسه إذا يحب أي واحد منكم أنه يخلي أيضا حركة بعد الكرة، ممكن بس يقدم الكرة ويخلي حركة بمقطع الإطار حتى يقدر يسوي ينفذ هذا الشيء. نفس العملية راح نكررها، نرجع نفس العملية راح نكررها لهذا الشكل. هذا الشكل أيضا راح يكون يعني يتكرر، لكن هسه عندنا ما ممكن تكرار بهذه الطريقة لأنه هو مو عمودي على الإطار، هو صاير بزاوية، فلازم نختاره. والأفضل نشتغل على ال 2D وننزله على نرسم خط أفقي، وهذا الخط نسويه سنتر. اوكي نزيده بعد اكثر، نطوله حتى نتأكد انه نطوله اكثر، ونقول له وسط النياه وسط النياه. طيب هسه هذا الخط عمودي على مركز الدائره، نوخر هذا الجايد لاين لان الجايد لاين صار خطأ مكانه. طيب نجيب هذا الشكل ونتأكد من السنتر، نتأكد كلش زين من السنتر. زين هسه احنا لو تلاحظون انه صار عندنا هذا الشكل، الدائرة ما صارت مطابقة ايضا للسنتر، فممكن ايضا نتغير مكانها او ممكن نخلي بين واحد وواحد يعني بهذا الشكل، وممكن حتى نزيده نطوله بعد اكثر، نطوله اكثر حتى يكون داخل يعني في تقاطع مع الشكل، يعني اوكي ما عندنا مشكله. هسه هذا انحراف مو كبير. طيب هسه نجي نختاره وايضا روتيت وايضا نفس التفاصيل، وصار عندنا هذا الشكل، هو ايضا متطابق تماما. طيب هسه راح نجي نفس العمليه ايضا نرفعه بشكل دائري وللاعلى ونقول له اد ايضا، وراح يكرر لنا نفس الوظيفه. طيب هسه خلص الشغل، خلينا نشوف شنو تاثير بال 3D. نمسح الفيكتور ونشوف هذا الشكل اللي صار عندنا، هذا الإطار هو نفس الإطار اللي كان عارضه الأخ. طيب هسه لنفرض أنه أنا بعد أريد أسوي حركة ثانية، وهذه الحركة تكون يعني للداخل مو للخارج، يعني حفر هنا، فراح يصير يعني ممكن أنا أرسم أيضا شكل بيضوي، أجي على السنتر طبعا هذا السنتر، أجي أرسم هنا شكل بيضاوي، وهذا الشكل راح أقول له هذا أحفر لي حفر يكون بالداخل. طيب هذا أوافق عليه وأختاره، وأيضا بالروتيت نفس المعايير أبلاي، وراح أجي هنا ما أقول له أرفع، أقول له يعني أما أنزله وأقول له آد، أو أرفع وأقول له سبتراكت، يعني أنت اختار واحدة منهم. فخلينا نختار السبتراكت ونشوف نتيجتها شنو. طيب كمل هسه الشغل، نسوي له كلوز وتروح على الفيو ونشوف شنو اللي سوانا اياه. اللي سوانا اياه أيضا كان حفر للداخل مثل ما تشوفون هذا الشكل. طبعا احنا من نقول له سبتراكت او اد، هو راح يختار سطح الريليف ويشتغل عليه، ما يشتغل على الزيرو، هذه الزيرو اللي عندي، راح يشتغل على السطح، يعتبر السطح هو الزيرو بكل تعرجاته. فشوفوا بحيث هذا الانحناء شلون صار، وايضا هذا الحفر شلون صار. هذه فكره هذا الاطار، اطار بسيط جدا ما بي اي تعقيد. يعني اتمنى ان يكون فاتكم الدرس اليوم،
والملف راح يكون موجود أسفل، رابط أسفل الفيديو، تقدر يعني تستفيد منه وتقدر تغير بالقياسات مثل ما تحب. لا تنسوا الاشتراك حتى توصلكم آخر الأفلام. وانتهت حلقتنا، شكرا جزيلا.